السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جاية اعمل معاكم فكرة ديكور رقيقة جدا وحاجة شيك قوي، بتعمليها من بقايا الفوم الموجودة عندك. دي تنفع علاقة للمفاتيح زي ميدالية، او تنفع في شجرة الكريسماس، بنستخدمها كده كزينة ليها، او اي شجرة موجودة عندك في البيت. ممكن كمان تستخدميها في غرفة الأطفال، تعملي منها ديكور تفرحي بيه أولادك. تنفع برضو في العربيات زي ما انت حابة تستخدميها. أنا هنا معايا قطعتين فوم، معايا الأسود واللون الأصفر أو الليموني. هنبدأ كده ناخد جزء من الفوم الأسود. الأفضل ان احنا نظبط المقاس بتاع الفوم، بحيث ان احنا لما هنعمل الطبقة اللي فوق تكون اصغر من اللي تحت. هنا انا حددت بالمسطرة كده الطول 15 سنتي والعرض 3 سنتي. بعصاية الشيش طاووق او خلة الاسنان كده وبتحددي، او لو الفوم فاتح معاكي ممكن تستخدمي قلم. هقيس 3 سنتي عرض قطعة الفوم اللي انا هستخدمها. وهبدأ اقص المستطيل اللي انا حددته. هاجي هنا برضو احدد بالمسطرة كده حوالي 1.5 سنتي في العرض، والطول الطول هيكون نفس الطول برضو 15 سنتي. هقص من كل شكل 2. خلاص كده انا جمعت الاجزاء اللي انا هشتغل بيها. هاجي كده اسخن مسدس الشمع وهبدأ الزق الجزء اللي هو 1.5 سنتي على 3 سنتي. هحاول انصفه كده، هسيب جزء من الاطراف ويكون الشكل في النص بالظبط. هعمل نفس الخطوة اللي عملتها برضو في الجزء الثاني اللي انا قصيته. طبعا احنا قصينا من كل لون اشتغلنا بيه، قصينا بيه 2 نفس المقاس. هبدأ اتني من النص كده قطعة الفوم. هساوي الأطراف بتاعتها من الطرف كده. هاجي بس بحوضة بسيطة زي شكل المثلث كده من الجنبين. هاخد بس الزيادة أو أعملها مستديرة، ما تكونش مربعة، بحيث إن الشكل النهائي معايا يكون منظم كده، شكله شيك. لو هتستخدموها كميدالية يا بنات او علقة للمفاتيح، بنخلي يعني بدل ما نعمل من كل لون جزئين هنخليهم 4. هنلزق الفوم في بعض، وش في ظهر كده، وبعدين نثبت عليه الجزء الاصفر اللي فوق، بحيث ان هي تدي متانة اكتر معايا. انا هلزقهم كده يعني عكس بعض. وهجيب اي حاجة عندك، لو عندك اي حاجة مستديرة، اي اكسسوارز عندك، هتحطيها كده من فوق كعلقة. انا كان عندي الاستراتس ده، حطيت جزء بسيط من الشمعة في النص وثبتها، قفلت الفوم عليها
وهبدأ كده أثبت الجزء التاني. بقت معايا بالشكل ده، وعلى فكرة انتي ممكن تغيري في المقاس، يعني مش شرط المقاس اللي انا حددته، ممكن تعمليها شكل اكبر من كده وممكن اصغر، وانا شايفة ان هي كل ما بتكون اصغر كل ما بتكون ارق واحلى كمان. هي بصراحة مش محتاجة اصلا زينة، بس انا عندي فصوص لولي كده احاول ان انا اوزعهم على الاطراف بتاعتها، اديها بس كده ملمس جمالي او منظر جمالي كده في الاخر. وممكن بنفس الاستراتس اللي عملناه من فوق في العلاقة، ممكن ان احنا نحطه كده على قطعة الفوم اللي لونها اصفر دي في النص كده ونلفها عليها، هتكون شكلها جميلة برضو. عملت منها كام شكل هوريها لكم برضو دلوقتي. بقت شكلها جميلة جدا وما أخدتش مني وقت ولا مجهود. وعملتها كمان من بقايا الفوم عندي، يعني ما اشتريتش فوم مخصوص ليها، بقت شكلها زي ما انتوا شايفين كده. وده كده بقى شكلها النهائي. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك، ولو لسه مش مشتركة في القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.